منتخب مصر لأول مرة يدار باحترافية في الإدارة هانز يابليطا ومعاه الجهاز الفني، هو مدير المنتخب، بتعامل مع المنزان هانا بوريدا مش كرئيس اتحاد، كمشرف على المنتخب. الكلام ده كمان من قبل ما المهندس هاني يجي رئيس اتحاد، فبالتالي كل خطوات السفر لتونس والمعسكر وكل ده يمكن المهندس هاني موجود ان شاء الله باذن الله خلال 48 ساعه وبعد الاسبوع ده اللي هو في ماتشات اللي جايه دي هنعلن عن، او هو المهندس هاني ليطا هيعلن على اسماء المنتخب اللي هيخش المعسكر تونس باذن الله. نادي الزمالك مؤسسه محترمه، وعلى فكره طبعا يعني الناس يشاع ان في خصومه ما بين المستشار مصطفى منصور وما بين مجلس اداره الاتحاد واتحاد الكوره، هي القصه كلها ان هو كرئيس نادي الزمالك يعني بيحاول جاهدا انه يجيب انه دافع عن نادي وانه حقق لكل طموح نادي، واحنا كاتحاد كوره في لوائح وفي شروط مسابقه احنا ماشيين عليها مش هيقدر حد يغيرها. شروط المسابقه دي اللي اتعملت ما اتعملتش عشان نادي الزمالك ولا عشان نادي الاهلي، اتعملت عشان 18 نادي في الدوري الممتاز. وبالتالي لما المستشار مرتضى قدم تظلم، تظلم ده راح لجنه التظلمات، يا رئيس لجنه التظلمات قيمه وقامه كبيره جدا في القضاء المصري، المستشار عادل الشربجي النائب الاول لمحكمه النقض. وبالتالي يعني عاوز اقول لحضرتك الامور ماشيه في نصابها، واعتقد الدوري يعني قرب ينتهي، بنقول ان شاء الله الدوري يخلص على خير، كاس مصر بعد كده، كل الامال والاحلام ان احنا نوصل كاس عالم، ده اهم من اي حاجه. بنتمنى طبعا ان كاس مصر يكون اهلي وزمالك، يعني مع احترام كل الانديه الاسماعيلي، كل الانديه ليها قيمه وكبيره في الكره المصريه، لكن وجود اهلي وزمالك في كاس مصر بيديك وضع مختلف جدا. ان شاء الله باذن الله كان في مش قرار يعني تنسيق ما بين الكابتن هاني وابو ريدا والمهندس خالد عبد العزيز المحترم وزير الشباب والرياضه وقيادات وزاره الداخليه بالاخص اللي هو عادل رشاد مساعد الوزير للامن، ان احنا نكون ماتش نهائي بجمهور وقبل النهائي. ممكن انت بتعمل كده بس انت حريص، احنا كان بعد كاس امم افريقيا كانت في رغبه انك تفعل الحدث المحترم ان احنا نطلع تاني كاس امم ويتلف شعب مصر كله حوالين منتخب مصر، كنا عاوزين نفعل الموضوع ده في عوده الجماهير للدوري، ولكن مع صعوبه انك تحقق التوازن وانك انت تكافؤ الفرص ما بين الانديه الدوري الممتاز، مين اللي لعب الدور الثاني يبقى بجمهور الاولاني من غير جمهور كان هيبقى صعب، لكن على فكره يعني كان فرصه مناسبه جدا مع رغبه الجماهير للعوده، ولكن هي بس تكافؤ الفرص. كانت ليها وجهه نظر في بعض الحاجات وخاصه بعد 8 سنين في بند جمعية عمومية واجتماع جمعية عمومية وتشكيل اللائحة، كنت أتمنى إن الحاجات دي بالذات تكون محل يعني تركيز فيها التحكيم في أكتر من مادة كده في قانون الرياضة، ولكن كل احترام للناس اللي يعني اللي وافقت، وأنا طبعا كنت في إطار وفي رغبة مني إن القانون يطلع، كنت أول الموافقين طبعا، لأن كله بيستنى قانون الرياضة، يقولك عودة الجماهير نستنى قانون الرياضة، انتخابات مراكز الشباب والأندية نستنى قانون الرياضة. فأنت للأسف إنك لو أنت في نظرة كده، لو أنت كنت رفضت حاجة يعتقد أو دايما يعتقدوا إن أنت ضد الصالح العام. لأ، أنا بنقول 8 سنين كنا حابين جدا زي ما في رموز كتيرة، كابتن خطيب، كابتن حسن حمدي، كابتن طاهر أبو زيد، رموز كتيرة 8 سنين ده حرمت الأندية من وجودهم، كان المفروض الموضوع يستمر ما نلجاش الجمعية العمومية. النهاردة لما يبقى رئيس الجمهورية الرمز مصر كلها 8 سنين، أنا بتمنى إن مجلس الشعب اللي هو مجلس النواب المصري دستور يتعدل، ويكون اللي يخش 8 سنين او 10 سنين دورتين ما يكونش ليه حق تاني. امال هتخلق كوادر جديده ازاي؟ انت وجودك 8-10 سنين ما عملتش كل طموح دايرتك او ناديك او منظومتك اللي انت اخترت عشانها، هتعمل امتى؟